في جيك في دقيقة. السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج ديالنا في جيك في دقيقة. ضيوف الحلقة هما حسناء من مدينة فاس وأميمة من مدينة صفرو. هما طالبتان بالمعهد الوطني للعلوم والتراث بالرباط. جاءوا في جيك من أجل بحث ميداني حول موضوع القصور كتراث المدينة. حسناء كانت دير بحث على البحبوحات اللي كاينين في القصور وكتدور من قصر لقصر وتاخذ معلومات من الناس الكبار. أميمة كانت مكلفة بالبحث على كاع داك الشيء اللي كيتعلق بالأضرحة بمدينة فيكيك. والمدة اللي بقوها فيكيك تقريبا 20 يوم. وقبل ما يهضروا لنا الضيفة ديالنا على فيكيك في دقيقة، زدنا واحد الفقرة جديدة واللي هي أشنو كنتي كتعرفي على فيكيك من قبل؟ قبل ما نجي فيكيك ديما كانت خايله واحد بلاصه بعيده وخاويه ما فيها والو، بحال شي خلا والقفار كيف ما كنقولوا بالدارجه. فيكيك في دقيقه، فيكيك في دقيقه. فيكيك هي واحد الواحه صغيره ولكن كبيره بزاف، بطبيعه زوينه اللي فيها المتمثله في النخيل، التمور المتنوعه. اللي كيزيد الغنى ديال هاد الواحه هو الناس، الكرم ديالهم والجود. فيما ندوزو الناس كيعرضوا علينا نشربوا اتاي، ناكلوا التمر. وكذلك ما نساوش التراث المعماري متمثل في القصور السبعه اللي كتحتوي عليها فيكيك، واللي كل قصر عنده مميزات ديالو خاصه به اللي كتعطيه واحد الرونق خاص به. وانت كتمشى في القصور كتحس بواحد الاحساس زوين بزاف. واحد النقطه مهمه خاص نهضروا عليها هي ان فيكيك مدينه الامان والهدوء بامتياز. يعني خلال هاد المدة كاملة اللي دوست في جيك حسيت بواحد الهدوء والطمأنينة والسكينة، وما كاينش كاع الخوف. نخليو مثلا البيت مفتوح حتى حد ما يدخل. فايت هضرت مع واحد السيدة قالت لي خلات المحل ديالها محلول الليل كامل وحتى حد ما شفرها. وبغيت نقول بلي في جيك ما تكفيهاش دقيقة باش نهضروا عليها، وخاصكم تجيو بنفسكم باش تكتشفوا المدينة. اشنو كنتي كتعرفي على فيكيك من قبل؟ صراحه ما كانت عندي فكره على فيكيك من قبل. فيكيك في دقيقه. فيكيك هي مدينه اللي ما كنتش كتوقع انني غادي نزورها، ولكن هاد التجربه كانت من احسن التجارب في حياتي، لان حنا جينا في اطار بحث ميداني في مدينه فيكيك. كان بحثوا في التراث ديال فيكيك، الناس كرحبوا بنا بواحد الطريقه لا تصور، الناس كيتميزونا فيكيك بالكرم وكيعاونونا، وتقدر تلقى شي مثلا شخص في القصر يخلي وقته ويعاونك في تسالى القصر كامل ويرحبوا بك واخا ما كيعرفوكش كاع. والحاجه الاخرى اللي عجبتني فيكيك هي ان المراه مازال محافظه على الزيت اللباس ديالها اللي هو الحيك. وعجبتني عاوتاني البحبوحه، مشينا البحبوحه هما الحمامات كيكونوا تحت الارض، زوينين بزاف. كنصح اي واحد جال فيكيك يمشي يعوم فيهم، والتريد وكسكسو وكلشي. شكرا. كنشكر الضيفة ديالنا على الشهادات القيمة اللي قالوها على مدينتنا فيكيك الغالية. الحلقة ديالنا سالات ونتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو كومنتير لايك، وما تنساوش ليا البارطاج اللاير ديالكم. واذا كنتي اول مرة كتفرج فلاشين ما تنساش تابونا وتقرع ذاك الجرس باش يوصلك الجديد. تهلاو فراسكم حتى الحلقة الجاية ان شاء الله.